السلام عليكم متتبعي شهوات ام ايناس، ومرحبا بكم في قناتكم شهوات ام ايناس. اليوم جيت لكم بواحد العصير منعش، عصير لذيذ بزاف بزاف من يد ديال ماما، كتحضروه بطريقه سريعه وسهله، كيجي غزال البنات. نتمنى انكم تجربوه وبقاو معايا دابا باش تشوفوا المقادير. وايضا بسم الله على بركه الله. اول حاجه في المقادير عندنا الرمان، اللي هنا كيبان لكم اننا عندنا جوج ديال الرمانات اللي الحجم ديالهم كبير، يعني جوج رمانات كبار. هنا غادي نقطعوا بهذه الطريقه، هنا غادي تقطع ليا الكاميرا وما غاديش نشوفها حتى من بعد، غادي نوريكم في الرمانة الثانية أنني عاود صايباتها ماما، بدات كتقشرها هنايا، غتقطع ليا وما غاديش نرد ليها البال. ما علينا، غادي تشوفوا هنايا هالطريقة اللي زوينة اللي كديرها ماما باش ما كيبقاش ليها هذاك الكحولية، حيت كتعرفوا الرمان كيكحل اليدين كيكحل الضفران. تشوفوا هالطريقة باش كتصايب ماما، كتقشروا بهذه الطريقه، كتاخذ شي مغرفه ولا شي معلقه ولا شي حاجه كما شفتوها كدير، وكتحطها في يديها وكتضرب وهو كيهبط في الطبصيل. من الاحسن كما قالت لي ماما ديروا البنات الطبصيل يكون كبير، حيت كيبدا يطير يعني الله يجيكم في هذاك الطبصيل. كتشوفوا انها غتوريكم دغيا كتحيدها، يعني كتخرجها خاويه، ومن بعد كتبدا تحيد هذاك الشيء اللي طايح ديال القشره. ها نتوما بالنسبه للتقشار غادي نقشروا على هذه الطريقه كما كتشوفوا ماما كدير، يعني طريقه سهله هكا، راه ما كتعذبناش. وكنديروها على النص، ومن بعد كنفرقوها على هذا الشكل وكنقلبوها ونبداو نضربوا بها باي حاجه كما شفتوا ماما كتضرب هذيك ديال الخشب، معلقه ديال الخشب كتبقى تضرب وهذاك الحبات كيهبطوا في داك الطبصيل. طريقه سهله ودغيا، ها نتوما راه غتشوفوا دغيا كيتفرك لينا، وحتى اليدين كيكونوا يعني ما كتكونش فيهم ديك الكحوليه، ودغيا يعني سريعه. هاد الطريقه راه زوينه البنات، ما كتكحلش ليكم. شحال من وحده ما كتبغيش تفرك ولا تقشر الرمان على قبل كيكحل اليدين وكيبدا يدير في هذيك الكحوليه، الصراحه ما كنبغيوهاش كاملين. ها نتوما كيما كتشوفوا راه كتفرك مزيانه، حسن ما كنبقاو نفركو بيدينا وبشويه بشويه وحده بوحده كنبداو نهبطو، يعني طريقه مزيانه وسريعه. نتمنى تعجبكم هالطريقه البنات. بالنسبه لهذا العصير كما قلت لكم راه منعش، هذه هي وقيته تاع الرمان. وايضا بغيت نقول لكم الا كانت الرمانه حمراء، يعني حمراء وحلوه، راه كيجي اللون ديالو حمر بزاف. كاين بعض الرمانات اللي كنلقاوها بيضه من الداخل، من نديروهاش، نخليوها للعصير. الا فركناها ولا قشرناها لقيناها نديروها للعصير، يعني ما غاديش نخسروا حتى حاجه. كما كتشوفوا هنايا خدات ماما الكاس ديال العصير مولينكس، غادي تحط فيه الرمان، يعني حطات فيه الكميه كامله ديال هاد جوج رمانات اللي قشراتهم، ومن بعد غادي تزيد عليهم. عندنا هاد جوج رمانات كبار كنستعملوا فيهم لتر ديال الماء بارد، وهنايا كاس لاروب ديال السكر سنيده، ودائما سكر سنيده على حساب الذوق. هنايا كما قلت لكم لتر ديال الماء البارد، هنايا ما غاديش نضيفوه كاملين باش يتطحن لينا الرمان، حيت الا ضفنا لتر كامل ما غاديش يطحن لنا، غنديرو غير شويه فين يطحن لينا دوك الرمان. من بعد منين نجيو نصفيو غادي نعاودو نزيدو شويه ديال الماء وسكر سنيده ونخلطو. دابا غادي نخلط هذا، ومن بعد غادي تشوفوا انني غادي نصفيه مزيان، يعني ضروري باش ما يكونش في داك الحبيبات وداك الشيء، غادي تصفى مزيان، يعني كنصفيه جوج ديال المرات. هنايا كما كتشوفوا ضافت ماما كاس لاروب ديال سكر سنيده، سكر حبيبات. من بعد غادي نديروا واحد الطحنه اللي خفيفه هكذا، ومن بعد غادي نضيفوا داك الشيء اللي باقي لينا من الماء، عاد نعاودو نطحنو واحد الطحنه خفيفه، ومن بعد غادي نصفيو هذا الشيء كامل. هنايا البنات حيت ما قدنيش ما يمكنش لي نضيف داك الماء كامل، يعني غادي نعاود نصفيه
ونحيد هذاك الشيء، ومن بعد غادي نضيف الماء. صراحه راه كيجي رائع وبنين بزاف، غي جربوها البنات غادي يعجبكم. كما كتشوفوا الا صفيناه كيحيد من كاع داك العلف ولا اش كنقولوا ليه، داك هادو اللي كتشوفوا معايا كنحيدوهم باش ما كيبقاش يبزطنا ملي كنكونوا كنشربوا في هذاك العصير ديالنا. دابا غادي ملي حيدات ماما هذاك اللي صفات المره الاولى نعاودو عاوتاني نصفيوه للمره الثانيه. كما كتشوفوا يعني تصفى المره الثانيه باش نتاكدوا ان ما بقاش شي حاجه. هاد العصير بدون منكهات، يعني ما غاديش نزيدو عليه لا النكهه ديال الرمان او لا الملون، يعني غادي نديرو فيه غير هادشي، وكيجي صراحه بنين وغزال. كما قلت لكم انا ما غاديش نضيف فيه لا الملونات لا حتى حاجه. كيبان لكم بعض ديال هذاك اللي كيتباع ولا سميتو ما عرفتش واش كيكونوا دايرين فيه حيت كيكون احمر بزاف، ولكن ما يمكنش انا عندي الرمانه هكذا لونها هكذا، يعني علاش انا غادي نطحنها وفي الاخر غادي نوريكم لون اخر. انا خرجت ليا بحال هكا، وصراحه المذاق راه غزال وزوين، نتمنى يعجبكم البنات. وكان هذا هو العصير ديالنا ديال اليوم، عصير الرمان المنعش. اللون تاعو اللي كتشوفوه هنايا راه غوز، غير بالنسبه للاضاءه ما باينش، ولكن راه في الاول غيبان لكم اللون الحقيقي ديالو، وايضا في الاخر ديال هذا الفيديو. ما علينا، المهم هو المذاق راه رائع بزاف. قلت لي كما قلت لكم ايضا السكر على حسب الذوق، وما بقى لي الا نقول لكم سلام عليكم. ما تنساوش ديروا جميل عجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب. نتلاقاو في فيديو جديد ومع شهيوة من شهيوات ام ايناس. سلام عليكم، خليتكم في رعايه الله.